طيب دكتور عمرو، فكرة تصحيح المفاهيم يمكن ده اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم عنه، يعني لو حلينا الأزمة بتاعت إن إحنا أصبحنا أو في بعض هشاشة في الرجولة وغياب للأنوثة، فكرة تصحيح المفهوم ده وإن البنت برضو تبص على الصفات الموجودة في الراجل، طب هل وحضراتكم يعني بتحطوا معايير لحاجات لازم تكون موجودة في شخصية الشاب أو اللي هيخطب أو المقبل على الزواج، في معايير بتكون محطوطة للفتاة عشان نرجع نصحح مفهوم غياب الأنوثة؟ طبعاً خلينا نقول إن غياب الأنوثة في الحقيقة إحنا عندنا في الوقت اللي إحنا فيه دوت حصل خلل في الأدوار، لازم نعترف بده. خلل في الأدوار سببه إن إحنا حصل تغير ثقافي وإحنا ما كناش جاهزين له، فحصل إن إحنا زادت الفردانية وزادت المزاجية وزاد التشكك وزاد كمان الإحباط وزادت الأعباء الاقتصادية وزاد كمان عندنا الحساسية وزادت المظلومية وزادت العشوائية. ففي وسط القصة دي كلها إيه اللي حاصل؟ الناس ارتبكت. طب أنا دلوقتي الأعباء زادت عليا، هنتعلم بس نعمل كده، هنعمل حوار ما بين اتنين عندنا جايين لي في المركز الإرشاد الزواجي، فيقول لي أنا دلوقتي الأعباء زادت عليا قوي، طب أنا عندي مشكلة إن أنا مراتي تدعمني اقتصاديا، فبقول له ما فيش مشكلة إن هي تدعمك اقتصاديا بدون ما تفرض عليها ده، لأن أنت لو فرضته عليها هي بتحس بمشكلة. تحس إيه بمشكلة؟ أي حد، خلينا نتكلم بصراحة، نتكلم بصراحة، أنا جاي من خلفية عملية مع خلفية الأبحاث اللي إحنا بنقرأها. المرأة لو الراجل جه جنب فلوسها لازم هي بيحصل لها وجع، لكن هي لو أعطت المال عن رضا وتم الامتنان إليها هي بتحس إن هي إنسانة غالية عنده. إيه ما هو هنا خد الفلوس وهنا خد الفلوس، بس هنا خد الفلوس وغلاها في عينه، هي فكرة إن هي تغلى في عينه. إيه الامتنان؟ ولذلك أنا دايما بقول مع خلل الأدوار أصبح من الواجب في الإيمان الامتنان. يعني الناس اللي ما بتمتنش هتعمل مشكلة. طب إيه الصفات اللي المفروض تكون في المرأة؟ إحنا قلنا الصفات اللي لازم تكون في الرجل عشان يملك قلب المرأة. يعني أنت رايح أو خطيب، إحنا بنقول لهم كده، تعالى بس هنحطك على الميزان، واحنا بنخليه يعطي بعد ما نعمل له اختبار، وبعد ما هو يقوم بالكلام ده بيدي لنفسه درجه من 10 في السبع معايير دول، اللي هو معيار ان هو يكون ساعي، معيار ان هو يكون حامي، معيار ان هو يكون راعي، معيار ان هو يكون حمال، معيار ان هو يكون غيور، معيار ان هو يكون فخور، ومعيار ان هو يكون قائد رشيد. قائد رشيد يعني ايه؟ استبيان جاهزيه للزواج كده. ده معايير عندنا ده لازم. السؤال يا افرض هم ما راحوش، يعني ما لجاؤوش لمواجهه، هنقول لهم دلوقتي بقى، هنقول بقى للمراه بقى ايه الصفات اللي هي تكون فيها فتحس ان هي انثى. فكره ان هم فكره الشكل خلصناه، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع، لجمالها ولمالها وحسبها ولدينها فاظفر في ذات الدين تربت يدك. هم الاربع معايير حضرة النبي بيوصف لنا ان في الغالب احنا بنتجوز من اربع معايير، ما حدش يقول بس ان معيار الدين بس والباقيين مش موجودين، لا، حضرة النبي بيقول ان احنا ان ده مقبول ان يتجوز لده. ففكره الجمال سواء منه او منها في اختيار الشكل خلاص في الاول خالص، بدل روحنا نتجوز ففي قبول في الشكل، فما بنتكلمش دلوقتي عن الشكل، لكن بنتكلم عن الحاجات اللي هم بعد كده، وده اللي بيخلينا في بعض الاحيان نلاقي واحد وسيم جدا متجوز واحده ما تناسبش معاه في الوسام او العكس. ليه بقى؟ عشان الصفات دي هي المركزيه اللي فيها. فالمراه فيها ايه الصفات اللي هي ان هي لو موجوده فيها الصفات السبعه دي، لو موجوده فيها تملك قلب الرجل. اول حاجه تكون مقدره لظروفه. راجل المرأة اللي تقدر ظروفه دي تحسسه كده ان هو خفيف. ليه؟ لان هو ما قدرتش ظروفه بتحبطه، بيحبط. انا عايز حتى، وانا سعيد ان حضرتك معانا عشان ايه نشوف الصفات دي في الرجل والمرأة عشان يبقى ايه المسألة فيها. الصفة الثانية خلاص هي مقدرة ظروفه، الصفة الثانية تكون ممتنة ومظهرة لهذا الامتنان. مظهرة لهذا الامتنان يعني ايه؟ هي ممتنة ان هو خطبها، او ممتنه ان هو، وتظهر هذا الامتنان. لما تظهر هذا الامتنان من اهم التحديات في اول الجواز، انا بسميه تحدي الاميره وتحدي البطل. ان هو يخليها اميره وهي تخليه بطل. لو حصل هذه الفكره الجواز بيبقى حاجه تانية خالص. فهي لازم تمتن، زي ما هو كان لازم يبقى فخور هي كمان لازم تمتن وتظهر هذا الامتنان. يبقى اول حاجه بتكون مقدره لظروفه، تاني حاجه ممتنه
وبتظهر هذا الامتنان. ثالث حاجه محترمه لخصوصيته. الرجاله مش بيزهقوا بسرعه، لكن الرجاله بيحسوا ان فيه نقص خصوصيتها. اه طبعا لازم احترم خصوصيتها، يحترم خصوصيه بعض، لكن يعني يحترم كتير الصفات دي مشتركه، بس دي وجوه. مين اللي اكتر احساسا، مين اكتر احساسا بانه لو حد حصل احتراما لخصوصيته هو بيحس ان في حد بيقدره؟ الرجل. هي 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 هي, هي بتبقى الست بلطافه طبعها قبل ان زوجها يسالها يستفسر منها من غير شك، لكن هو بيحب ان هي تتيح له مساحه بعد كده تكون واثقه فيه. لازم يعني مساله ان هي تكون لدرجه ان هو احنا هغنينا